هاي كيفكن؟ حلقة جديدة اليوم مع ضيف مميز مثل العادة كل ضيوفنا مميز من نقيهم على الطبلية. صراحة اللي بيقبل عم يجي يعني كتير مش عم يقبل بس إنه نقول هيك قدام الكاميرا. هيدا الشخص أو بتحبوه أو ما بتحبوه، ما في إنه رمادة إنه لا ما بيعني لنا وهيك. هلا بتعرفوا ليه؟ لأنه هو الصحافي غسان سعود. هاي غسان، هاي كيفك؟ عصيرة بتحبوه أو بتحبوه، أنا دايما في هيدا بس تلتقي بحدا وينكع حدا إنه غسان بيكون في هيدا الرعب إنه حيطلع بيحبوه أو ما بيحبوه. ليك هلا لهلا كله عم يطلع بيحبوه أو يلي أكيد. أو يلي ما بيحبوه دغري إنه لهلا محبين، يعني اللي ما بيحبوه مش عم يحضروك أصلا، ما بيكونوا عدائيين. منيح ظامت منا. لكن بدي أسألك وين ساكن وهيك، لأنه في كتير شباب من القوات ومن الثورة بدهم يعرفوا وين، مش عم يعرفوا يعني بده هين عليهم. هلا من القوات معقول، بس من الثورة اكيد ما عندهم مشكلة معي ابدا. يعني الثورة ما عندهم مشكلة معك؟ ابدا. اسم الله عليك يعني. 20 ولا ثانية غلطت مع الثورة. بس لما نقول ثورة، بس مين الثورة؟ ايه لما نقول ثورة، لما احكي عن نعمة فريم او ميشيل معوض او بطرس حرب او الكتايب ما بكون عم بحكي عن الثورة. الثورة الثورة بيحبوني. راجعين لها. غسان، في كثير عليهم علامات استفهام على غسان صوت، عم فوت دغري بالموضوع لما روح وقت. بيقولوا غسان كان طيار، بعدين صار ضد جبران في مدة، بعدين صار مع جبران، بعدين بيطلع يعني ups and down انت والطيار. هلا انت يمكن اذا بدك راس الحربة بالطيار، يمكن مش رسميا، بس انه انت هلا راس الحربة بالطيار. شو صار؟ ليش هالأبس أند داون؟ وليش كل هالأشياء اللي صارت معك؟ خبرنا. كل المقاربة غلط. أول شيء أنا من 2008 بطلت تيار بشكل كتير واضح. يعني من 2005 كنت بلشت أكتب انتقادات للتيار، ب 2008 قرر التيار يفصلني. كان بعد ما في حزب، سو فصلوني من حزب غير موجود. هل أنت يعني مفصول من التيار؟ مفصول غسان سعود طبعاً، ومفصول من التيار غير موجود. يعني وقتها طلبوا مني سلم بطاقة الحزبية بعد ما كان في بطاقة حزبية. أوكي. فأنا من وقتها، مش من وقتها، أنا من 2005 كنت عم بنتقد التيار، و2008 لكن صرت رسمياً بطلت تيار. يعني صار بطل في حدا يقول لي أنه أنت كنت تيار، أنه أنت تيار، صرت أنا رسمياً مفصول من التيار. بهول بأوامر الفصل، كان في أول فصل، يعني أول حدا بينفصل كان ب 2008. اوكي، من وقتها انا كنت كتير نقدي لجبران ولا غير جبران، وانا بعدني لهلا بولا اي لقاء، حتى لقاء حزبي يعني يكون التيار داعيني وانا موجود فيه، ما بيكون اكتريه هذا اللقاء هو انتقاد للتيار. انا اختلف ولا اثق وغير معجب بكل يلي عينون التيار بادارات الدوله، ب 99% من الكسلانين ومن العاطلين يلي عينوهم التيار بالدولة. بس كنت أقول هيدا الشيء ب 2008 و 2009 و 2010 و 2015 و 2016 و 2017 كانوا الناس يسمعوه. ب 2020 بطلوا يعتبروا، هلأ صاروا الناس يقولوا آه معه حق. سو قبل هو كان تيار كان يقول لي لا أعطيهم فرصة ولا ومدري شو. اليوم التيار بيقول إيه غسان معه حق. مين هالناس اللي عينيهم بكل إدارات الدولة؟ مثل مين؟ مثل كتير ناس كتير. مثلا خد انه الرئيس ميشيل عون، رئيس ميشيل عون نزل على جوني تيعمل معركة بلدية جوني مشان جوان حبيش. نزل الرئيس عون وقف بساحة جوني وعمل معركة بلدية تيطلع جوان حبيش رئيس بلدية جوني، وتيطلع جوان حبيش رئيس اتحاد بلدية كسروان. في اليوم عوني واحد يفتخر بانه جوان حبيش هو رئيس اتحاد بلدية كسروان؟ طيب انت شاب وانا شاب. اليوم التيار عين مدير عام اسكان بيت لحود، روني لحود مثلا. طيب روني لحود راح لعند مصرف لبنان، مصرف لبنان قال له ما عندي مصاري، سو بطل في قروض سكنيه. فاجى روني لحود خبرنا انه انا عملت دفواري، رحت عند رياض سلامي، رياض سلامي قال لي ما عندي مصاري. سو خلصت القصه هون. حبيبي انت بعمرك شاب معينينك اليوم مدير عام بهذا الموقع، كيف فيك تنام؟ طب شو بيقدر يعمل؟ في ينبش الارض، في روح يعمل شيء توأمي. انا بدي اعرف في يعمل، هو ما بعرف انه حتى يعمل، في روح يعمل توأمي بين اتحادات البلديات وبين وزاره الماليه وبين المتعهدين ويأمن بيوت بنص حقها، في روح يأمن في 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 ينبش الدنيا، في يفتش على افكار. هلا هو بس يحط على تويتر انه خي انا مدير عام اسكان بدعي الشباب يقترحوا علي اشياء، تويت خي حطنا عيننا بتويت فتش شو فيك تعمل. طب بتروح لعند النواب، كل هذه الحرب اللي صارت على التيار من 17 تشرين لليوم
وين النواب؟ وين أكثر من 50% من نواب التيار؟ هل هن راضيين عصب التيار؟ شايفين أنه هن كانوا هن يعرفوا يدافعوا؟ ولا هن شايفين في تقصير كتير بأدائهم السياسي؟ ما بدي أحكي عن أدائهم التشريعي والخدماتي وكل هذا الشيء، بأدائهم السياسي هل هن كانوا على مستوى هذه المعركة؟ لو كانوا على مستوى هذه المعركة ما كان صار في كتير وجوه التيارية عم يشوفوا فيها هي البديل وهي عم تشل الخنقون وهي 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 وهيك بتكفي. طيب بس سوري بس المعركة لحظة كانت لحظة متوزنة. هذا الشاب اللي هلأ كل وقت بيتذكر اللي كان رئيس محكمة عسكرية اللي هلأ مرشح عم بيقولوا مرشح بجبال مع زياد حواط من العقورة بيضل يحط شيء تغريدات كان القاضي جيرمانوس بيتر جيرمانوس طيب بيتر جيرمانوس مين يلي عينه؟ طيب عينه التيار بس شالوا ايدهم منه لما بين عليه امبارح. لحظه بس بيتر جيرمانوس اجى اللي هلا هو عم يتشاطر كل وقت. بيتر جيرمانوس ما لقى ضابط واحد فاسد بهالدوله اللبنانيه ليروح يحطوا بالحبس. الناس بيقولوا لك مش العون ما حط حدا بالحبس، بيتر جيرمانوس ما حط حدا بالحبس لانه انت ملف كل القوى الامنيه كل الفساد الامني ما كان صلاحيه رئيس جمهوريه كانت صلاحيه بيتر جيرمانوس. طب بيتر جيرمانوس اليوم يقول لك ايه لما انا كنت اقول ب 2005 انه بيتر جيرمانوس عاطل مش 2005 ب 2008 و 2009 و 2015 بيتر جيرمانوس عاطل كان غسان عم بيهاجم التيار. لا غسان ما عم بيهاجم التيار، غسان عم بيهاجم اداء خاطئ عم ينعمل. مبدا التعيين ومبدا اختيار الناس كان خاطئ. طيب اليوم قديش تغير ما بعرف ابدا يعني لانه هلا ما عم نشوف يعني هلا ما عم بيصير هالشيء ولكن ايه هون في كتير تراكمات. واليوم التيار بيعتبر غسان تيار وانا كل وقت بقول انا ماني تيار كل وقت. هلا بيلاقوهم بفشلهم خلقهم بعبر عنهم معقول كتير. بس انا مثل ما كنت اقول ب 2008 مثل ما كنت اقول ب 2018 اليوم ب 2021 برجع بقول انا ماني تيار. هلا التيار مبسوط فيني لانه هلا التيار عنده مشكله مع الحريري وعنده مشكله ايه سوري وقت معراب اتفاق معراب صرت انا الخاين وانا اللي ما بفهم وانا اللي عم بتشاطر وانا لانه انا كنت ضد اتفاق معراب. سو بلحظه جمهور العونه بيعتبرني عدو بلحظه تانية مثل اليوم بيعتبر انا بعدني عم بحكي نفس الحكي ضد سمير جعجع وضد سعد الحريري وضد ميشيل مر وضد كل هالاقطاع. ليش ضد الاوادم انت؟ لانه انا بشوف انه طب شو صار لحظه اوكي شو صار رجعت صرت هلا مع انه قلبت هيدي صرت هلا عم بتدافع عن تيار انه قلت لي انت انه فصلوك يعني انا اذا فصلوني يمكن انه بضلني زعلان طبيعي طبيعه الانسان. اكد لك انه ما في دفاع واحد عن التيار. هلا انت ما بتقبض من التيار؟ مش بس ما بقبض من التيار انا حتى يعني ايام يعني ساعه مستشار جبران وساعه قريب لجبران وفي وحده مهبوله على الاخر ب 17-20 انه انا كنت بغرفه عمليات بقصر عبده انت منك هين منك هين انا ومدري مين ومدري مين فكل هيدا كل هيدا اخبار تخبيص يعني ما في منها شيء صح يعني انت معقولكم جوزيف ابو فاضل التيار؟ ما بعرف هون كمان يعني هون لما يعني بقول لك سؤال إيه يعني من ناحية تانية إذا عرضوا عليك مصاري ما قلت بروم؟ بعتقد إنه لو مش بعتقد أنا واثق إنه أول شيء بس نبروم من وين؟ عم أقول لك أنا في قناعاتي في الأشياء أنا بقولها أنا هيدي ثابت فيها. طيب. هلأ التيار متناغمين هلأ التيار شايف فيني تناغم يمكن بكرة بعد جمعة التيار يقرر يتصالح مع سعد الحريري. انا حضل سب سعد الحريري ومن يتحالف مع سعد الحريري هون التيار حيصير يعتبرني جوزيف ابو فاضل. لا حبيبتي انا ثابت بهذا الشيء. لا انا مش هيك قصدي مش قصدي قصدي انه تعرف انت بالجو بتعرف اكتر مني بتعرف اسامي يمكن اكتر مني أنا بس انه في مثل انا بولا لحظه بعيب على جوزيف ابو فاضل. انا بتكون مشكلتي مع يلي بلحظه فتح لجوزيف ابو فاضل وتحمل بالاعلام عبء خطيئه حط جوزيف ابو فاضل بوفد رايح عليا لامريكا. منيح بس لنرجع انه هذا جوزيف ابو فاضل ليش لا تلفيه من الاساس؟ يعني ليه جوزيف ابو فاضل بدك تسمح له يفوت حتى يرجع يفل ويقبض على ظهرك انه هو يفل؟ ما فيك تعرف نوايا العالم بالنهايه. لا هن نماذج بالعكس هن نماذج بكبسه زر تعرف اصله. انا بالنسبه لي كل شخص كل 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 شخص بدي اعرف اتعامل معه بدي اعرف من وين جاي. منيح هلا انت بتجي بتسلم علي انا بروح بسال هذا الزلمه من وين جاي؟ يا بقعد معه يا ما بقعد معه لانه كل واحد لوين رايح خاصه من وين جاي. جوزيف ابو فاضل من وين جاي؟ طيب بيمرق معك بمرحله تقاطعيه اخر شيء بدك تكون عارف من محل ما جاي حيرجع يروح. سو اول عاطل اخره اكيد عاطل.
ما في واحد يجي يعمل هيك تحول انه هو بالنص صار ما ادري شو صار له بالحياه وراح بالنزاهه وبكل هذا الشيء. معروف يعني المعروف لسه ما بده ياخذ وقت كثير جزاك فاضل يعني مش حرزين القصه. بس ما خبرتني ليش تغيرت يعني انه مثل ما قلت لك قبل اذا انا شحطوني الطياره حطني زعلان وراح احرض ويمكن روح على طرف تاني حتى كمان شفنا كثير عالم هيك. حتى كان فيك تكون يمكن مع قدام الطيار اللي عم بيحاولوا يعملوا كمان حركه جديده. فليش انت رجعت على الطيار؟ رجعت تدافع اذا بدك عن قناعات يمكن هلا متلاقيين انت وياهم بس انه عم تدافع عنهم وانت يعني اذا بدك الايمج تبع الصحافه عن طابوله. لانه انا عندي قناعات سياسيه سيبتي وراسخه والشباب اللي كان عندهم ملاحظات تنظيميه على جبران باسيل وعلى التيار انا كنت راس الحربي بكل معركتهم لما كانت ملاحظاتهم سياسيه. سو انا اذا انا اليوم هلا بدي اقول لك كصحافي وبقول لك اعطيني سوري بجريده الاخبار كان عندنا خمس زوايا لعلمه خبر. سو الصحافي بيلقط بالليل التليفون بيدق لمعارفه حتى يجيب خمس اخبار. اوكي سو انا كنت دق لقدامى التيار انه خبروني خبريه عن القوات اللبنانيه في الاشرفيه يقول لك ما عندنا. خبرية عن تيار عنا، خبرية عن تتيب معنا، خبرية عن بولا يعقوبيان معنا. هون أنا بصير عندي مشكلة معك. معناتها أنت بطل منافسك سياسي صح. بطل همك بالحياة سياسي، صار همك بالحياة هو شيء تنظيمي شي داخلي بيرسونال. طيب. بذات الكيس ب 2006 رحت كتبت موضوع عن النمور الوطني الأحرار كانوا 6-7 شباب. ب 2007 رجعت كتبت عنهم، ب 2008 كتبت عنهم 6-7 شباب، ب 2010 عيط لي ابراهيم الامين قال لي بدك تكتب عنهم بده يكونوا صاروا 12 وصلنا عيتيهم 6 غلافات. منيح اذا بدنا نضل نكتب عنهم بده يكونوا عم بيزيدوا، اذا بدهم يضلوا نفس الخبريه ساعتها بتحط للناس بنحط اشاره تحت انه اللي بهمه ذكرى داني شمعون يرجع لعدد الاخبار تبع 2006. سو يبدو يكون عندك خبريه جديده تا انا ضل عم بتفاعل معك يا خلص هي خبيتك صرنا بنعرفها. بس انت بتهاجم الكتائب وكانوا خمسه وصاروا ثلاثه. كان خمس نواب صار ثلاث نواب، ضليتك تهاجمون. ايه هلا عندهم اخبار اكثر مش عم نقارن يعني بنهي كتائب كمان حزب عريق وهيدا. طيب بدي فوت هلا على موضوع ثاني. انت فتحت عده ويب سايتات. يعني بتذكر قبل كنت تكتب الاخبار، بعدين فتحت ويب سايت للانتخابات، بعدين فتحت ريفرش. بس سكروا. اكيد ما كان في دعم تسكروا، لانه لو في دعم ما كانوا سكروا. بس ليش ما كان في دعم وليش سكرتهم؟ يعني ما كان فيك اذا بدك مثل ما بيقولوا تقاوم بالمنجل ما بعرف وهدول الاخبار. ليك انا فليت من جيت الاخبار ب 2017 رحت عملته الالكشنز 18 كان من اسمه هو شيء خاصه بالالكشنز 18 ثم ممكن يعني تخلص الانتخابات ويكون الالكشنز 18 بعده شغال بتصير الخبريه بتضحك. سو هداك تسكر لانه خلصت الانتخابات. لما خلصت الانتخابات رحنا عملناه لسايت ريفريش. سايت ريفريش كان شيء يقوم على لايف ستريمينج كل نهار مع المزارعين مع الجمعيات مع السياسيين بس كان في سياسة مع التشريع. ايه طبعا كان شيء يعني كان تقريبا عندنا 16 فيديو كل يوم. هو لايف ستريمينج كل نهار يعني أوكي. في الكاميرا شغالي ساعة بمجلس النواب ساعة بأرض بالبقاع ساعة مع ناشطين بيئيين. وكان قايم على 6-7 شباب عم يعملوا كل هيدا الشغل. أوكي. وصلنا ل 17-20 أوكي. وأنا كنت كل وقت أنا ما بعرف روح جيب مصاري يعني ما بعرف روح أعمل ديل مالي. سو اليوم أي إدارة شركة بحاجة لحدا بيعرف يعمل الشغل المالي أنا ما بعرف أعمله لهيدا الشغل. كنا عم نجيب حدا وعم بيروح حدا وصلنا ل 17-20 فهمنا من الشركات والبلديات وغيرهم انه هلا مصاري ما في صار شيء كثير صعب. سو ب 18-20 انا وقفته لريفريش كنت عزه يعني كنت صرت متحمل سنه انه انا عم غطي وعم سكج وعم بعمل عمايل تحت اقدر تحت هو يضل ماشي. 17 فهمت انه خلص خلصت الخبريه. سو 18-20 بس مش غلطه ب 18-20 مسكر انه ما كان فيك ضاين لك شهر شهرين وما كان حدا عارف قديش حتطول الخبريه. لا ب 18 تشرين برايي اللي بيعرف كان عارف انه فتنا ب انه خلص كان في بلد واقف على المهوار. ب 17 كان اللي يعني المطلع بيعرف انه وقع البلد. سو ما كان فيني افكر بشركه بقى بتروح تحط دعايات او انه بلديه تروح تحط دعايات او شيء هيك. سو لهيك ب 18 تشرين وقفني لسايت ريفريش. طيب من الانتقادات اللي بتجي لغسان كمان هلا انا بقول لك وجهه نظر ثانيه
انه بينتقد الكل بس ولا مره مثلا انتقد حزب الله او انتقد زراعه الافيون والحشيشه بحند حزب الله وتهريب الكبتاجون عند حزب الله. انه لا مثلا بيقولوا لك انه عمل قصه طويله عريضه من خبريه الصقر كيف لقوا عنده نترات ومازوت وما شو بس انه ما بيسترجي يقرب على هوديك. صحيح هالشيء؟ هلا صحيح هو انا ولا مره كاتب انا ولا مره قاري لك على قليله انا اللي بعرفه بس انه ليش انه اول شيء بتخاف تقرب عليهم او اول شيء هلا انت مرقت يعني مرقت اذا بدك كذبتين من اصل ثلاثه. يعني اول شيء تجاره الكبتاجون تبع حزب الله هي دعايه سعوديه سعوديه قوتيه بامتياز بتقول انه حزب الله بتاجر بالكبتاجون انه اليوم ميليته لحزب الله بحاجه لانه يتاجر بالكبتاجون. بس في نائب من حزب الله خيو كان متهم لا عادي انه انا اليوم انا هلا بس انا الصقر منه عضو بالقوات يعني مثل نائب اوكي وعملنا منه قصه عملت منه قصه هيدي لا اوكي هلا منفوت بس خليني بس باول قصه انا وياه الكذبات الكذبات فانه انا اذا في حدا عنده ملف سياسي ملف اداري ملف فسادي انا كاتب عن نواب حزب الله قد ما كاتب عن نواب التيار منيح بادائهم بضعفهم بسوءهم بكل ادائهم بكل ادائهم التشريعي والخدماتي وكيف بيصوتوا بمجلس النواب وكيف بيشتغلوا باللجان وكل هيدا هيدا بارت. بس انه انا روح امشي بدعايه سعوديه حتى انا ثبت بدعايه سعوديه قوتيه حتى انا ثبت انه انا بروح بهاجم الكل انا بس تكون كتير واضح انا ما عندي ابدا ابدا طموح ان يكون الحدا اللي بهاجم الكل نهائيا انا عندي طموح يكون عندي قناعات سياسيه وطنيه واضحه بدافع عنها كتير منيح وبنتقد اي حدا بيقصر فيها. سو انا اذا حزب الله قصر بموضوع المقاومه ايه بنتقد حزب الله اذا انا شفت حزب الله مقصر بالموضوع الامني السياسي السيادي بروح بنتقده اذا شفت حزب الله بموضوع التكفير الا بروح بهاجم ايه لانه انا هون عندي قناعات سياسيه. سو نهائيا ماني هذا الحدا اللي انه انا الثورجي اللي بدي كسر الكل واللي بدي اعمل لا انا حدا عقلاني جدا بعرف البلد كتير منيح وبعرف سقف البلد عندك انا عيتك بدك توصله ايه وانا بروح بهاجم رئيس بلدية لاني بقول له انت فيك تعمل 1-2-3 بس ما بروح بجي بهاجم رئيس بلدية بالشعر. يعني انا بروح بقول لك حزب الله كان قادر يعمل هلا معك فيني اقول لك حزب الله كان قادر يعمل معامل كهرباء ومعامل لفرز النفايات بكل اتحادات البلديات اللي عنده اياها وهذا الشيء ما عمله من 5 سنين واللي كان لازم يعمله من 5 سنين نحن اليوم عم نلح حتى يروح يعملها وهون مشكلتنا ان بكره القوات اللبنانيه بس يعملها بكون عندها مشكله لانه هو عم يعملها. انا بكون راس حربي ايه انا بقول حزب الله كان لازم يجيب مازوت وغاز وبنزين من من روسيا ومن منك ايران لايران من 2-3 و5 وتاخر كتير بهذا الشيء. الانتقاد غير الانتقاد اللي هني بيسووا بس هيك ما بكون عم تشجع انت اذا بدك الحكم الذاتي او اذا بدك ما بعرف يعني سيطرة حزب على مناطق معينة اذا عم تدعي لهالشيء. ليك مثل ما هيدي الدولة اجت ما عملت الشيء لازم تعمله بموضوع حماية الحدود سواء من التكفيريين تفيت التكفير وسرق عسكر لبناني وبس سرق بس خطف الجيش اللبناني الدولة اللبنانية الجيش اللبناني ورئيس الجمهورية مؤسسة بميشيل سليمان وكل الحكومات المتعاقبة ما أمرت الجيش يطلع يستعيد جنوده المخطوفين تصارت معركة الجرود عرسال وطلع حزب الله والجيش اللبناني بعد ما اجى الرئيس عون حرر الجرود من التكفيريين. هون بتقلي الدولة قصرت ايه الدولة قصرت طبعا إذا أنا قصرت الدولة ما بدي روح أعمل اليوم في كارتيل للنفط بتروح على مجلس النواب في مجموعة سياسية متمسكة فيهم بس أنا بقول لا أكسروا له الكارتيل جيبوا نفط من محل ما وين من محل ما بتكون هذا الشيء بيعزز حزب الله يعزز حزب الله. تروح القوات اللبنانية تجيب نفط من السعودية ومن غير السعودية وتكسر كارتيل النفط أنا بكون مبسوط وبشجع القوات اللبنانية. قصة نتخطى نتخبى خلف السياسي نتخبى خلف حرية الرأي والتعبير تنسب وتنشتم وتمدري شو هذا اسمه نفاق ما اسمه حرية رأي وتعبير نتخبى خلف السيادة تنحافظ على الكارتيل وتمدري شو كمان اسمه نفاق ما اسمه لا سيادة ولا غير سيادة. نحن أزمتنا في البلد انه في مجموعة منافقين تخترع عناوين وشعارات لتحافظ على الفاسدين وعلى الفساد. شو قصدك عندنا فاسدين وفساد بالبلد؟ عندنا منافقين يحافظون على الفاسدين. هلا انت بخصوص الفاسدين والفساد عملت كتاب ما بعرف اذا انت او انت ومرتك يمكن اثنيناتكم عملتوا كتاب
كان حرزان يعني، وفي اذا بدك تفاصيل وفي ديتيلز. للامانه بس مرتي كانت وقت حبلي اي، فعملت هي الكتاب لانه كانت قاعده كل النهار عم تشتغل بالبيت، وانا اشتغلت لي كم خبريه وحطت لي اسمي معه يلا يا رجال تعا. وهشام حداد حب يخدمنا فقال كتاب عامله غسان سعود. ومن وقتها أنا بأكل بهدلات على الطريق. ما عاد نبيع الكتاب. لا هي بالنسبة نقول إنه رولا الشغلة 90% من الكتاب. يعطيها العافية. أصلا نقري لها كمان إنه شو صار بالكتاب؟ إنه ما حدا تبنيه. راع القضاء، القضاء حقق فيه. إنه مثل كأنه تعبت أنت وأنت وياها. وكل تعبكم راح اذا بدك على الفاضي، يعني مثل كانه طلعت مقابلة حكيت وما حدا رد عليكم. لا هو يعني هو اذا صار شيء خبرني يعني انا مش متابع لك. هو ما في لزوم يعني حدا يرد علينا. نحن وقت عملنا كتاب عن كل السياسيين شو بيملكوا شركات، صار احنا على سجل التجاري في معلومات هي مكشوفه لكل الناس، بتدفع حق الورقه ممكن شيء 16000 او 32000. قديش دفعته يعني؟ ما بتدفع حق الورقه، بيعطوك اياها، بيعطوك كل سياسي شو عنده شركات. صار احنا جمعناهم، صار احنا جمعناهم محرزنين المشكله. كل سياسي ولاده شو عنده. سو الكتاب ما في سكوب، يعني الكتاب بيقول انه خيي مثلا انه احمد الحريري انه وليد جملاط يحتكر الغاز، عنده كل شركات توزيع الغاز، عنده هالقد شركات بنايات، عنده هالقد، عنده هالقد. احمد الحريري بحب السوسات يحتكر وبيجيب، يعني هو يستورد وبيوزع شوبا شوبس. اخبار من هذا يمكن يعني شيء غير نوع، بس انه هيك ميشيل فرعون عنده هول الشركات، جبران بيسيل عنده هول الشركات، الياس بو صعب عنده هول الشركات. في حدا يحتكر الكوندومز والاخبار؟ ما بعرف. إلي ماروني عنده هول الشركات، مش شاطرين هن بالاخبار. كل واحد عنده هول له. بوقتها طلعت رولا مع جو معلوف حكيت عن الرئيس بري شو عنده شركات قبل ما ننزل الكتاب. يعني هي عم بتسوي انه نحن عندنا بمعرض الكتاب هيك هيك هيك، فبيروح الرئيس بري بسرعه هائله بيرفع دعوى قضائيه حتى ممنوع ينزل الكتاب. رولا عند القاضي بيقول له هي معلومات عامه، نحن مش ناشرين شيء، في قلنا هي معلومات فيك توصل لها انت، فيك توصل حيلا. المهم بعد كتير اشياء القاضي بيقرر يشيل صفحات الرئيس بري من الكتاب. صار الكتاب ورقتين؟ هلا بنكتوا لهشام انه هو صار ورقتين. الكتاب طبعنا 10,000 نسخه وال10,000 طاروا باول جمعه. مع بري او بلا بري؟ لا بدون بري. بدون بري. ومرجعنا طبعنا يعني، وهلا كل وقت الناس بيقولوا لنا انه بدنا اياه للكتاب، بنقول لهم موجود يعني اذا اي سياسي بدكم اياه بتفتحوا. طيب ليش ما بتنزلوه اونلاين؟ ليك لانه اللي عمل الكتاب الديزاينر عمل خطا رهيب، يعني احنا حتى ما قدرنا نرجع نطبعه لانه هو ما احتفظ فيه. يعني هو بيعته للمطبعه وبس رحنا بعد 6 شهور لعند المطبعه قلنا لها بدنا نرجع نطبعه. فتشت عليه ما لقته خبريه. وانتم ما كان عندكم ايه يعني؟ وهو حاطه كان على السي دي ورجع مغير، ما ادري شو صاير معه بالكمبيوتر، اكلنا ضرب يعني بموضوع الهدي. باندورا. شو معلوماتك عن باندورا؟ شو راح يبين معنا؟ شفناك عملت تويت من يومين لاطش حدا. ما عندي كتير يعني، بس قريت يلي حطوهن على موقع درج لفتني كتير انه طلعوا الثوار او من يدعون الثوره، يعني تحسين خياط وجماعه المصارف وكل هول اللي كانوا عم بيقودوا الثوره، انه كلهم شركاتهم خارج لبنان وتهرب ضريبي واضح، وتحسين كل نهار بحاضر باليخوت وبيكب اشاعات عن الناس، وتاري هو اللي شاري يخت ب ب ب ب تيهرب ومعروف قصة اليخت. لا هو مشكلته هو مع بدر الظاهر مش كرمال اليخت كمان اكبر هيك المشكله. ما بعرف صراحه ابدا، بس لحظه غسان صعود ما بيعرف. عشان ما بعرف، مش انه يعني هلا انا موضوع اليخت هي اول مره يعني بقرا عن ما بعرف هذا اليخت ذاته حتى ما بعرف انه بس لفتني يعني حتى انه اللي كان هو يقود الثوره في طرابلس بالنيابه عن تحصين خياط، ما بعرف شو اسمه، هي تبع شركه النفط. فكمان انه هو مساهم بهذا الشيء كثير، انه انتم اللي عم بتحاضروا بالعفه وبهيدا، فبتصير تكتشف انه بس هيك اللبنانيه من اصغر واحد لاكبر واحد تهرب ضريبه اذا بدك بالمبادئ او اذا بدك بيتربى عليهم يعني بالجينات. يعني عن جد يعني انه من شركات بنعرف كله عندهم دفترين محاسبه للموظفين الماليه اللي بيجوا بيصرحون، يعني قصه طويله. بس انه في كثير يعني تهرب ضريبه ما بعرف انه مش ضروري يكون فساد لا او فساد اخلاقي، بس انه مش ضروري يكون فساد. اللي اليوم شاري يخت قبل 17 تشرين بشهر ومحول فيه مصاري من لبنان
ومقدم بالمقابل ياخد برا، لا هيدا عم يعمل لعبة منيح، يعني هيدا عم يعمل فساد. هلا أنا مشكلتي اللي هو فاسد بيطلع بيقول لي أنا فاسد، أنا جدية ما عندي مشكلة معه، يعني منيح هيدا عم بيقول عن حاله فاسد. أنا مشكلتي مع اللي هو فاسد اللي هو كل نهار بده يعطي بنظر عليك منيح. سو أنت فاسد بالحد الأدنى سكر بوزك، يعني مش انه انت فاسد بدك تتزاكى علينا كل وقت. وبرأيي اللبناني اليوم كل ما رحنا كل ما قربنا على وقت الانتخابات كل ما عم يكتشف اكثر انه هيدا اللي صار له سنتين عم بيصرخ انه هو نظيف، كل ما قربت الانتخابات حيشوفه اكثر، يعني حيشوف انه هيدي الثوره اذا بده يكون ممثله للثوره مجد بطرس حرب في الشمال وميشيل ريني معوض وسامر جورج سعادي، اللبناني حيعمل العميل بالثورة، يعني حيفرج الثورة كيف بتكون الثورة منيح. إذا هاي الثورة بدها تروح تفرز ناس نموذج نعمة بدر الدين يتعمم 128 مرشح، حدا قبضاي ما عنده ملفات فساد، مش جده كان نايب وبيه كان نايب وجده كان مستزلم عند الفرنسي هو كان مستزلم عند السوري وهلأ هو مستزلم عند الأمريكي أو عند السفارة مشان يطلع له مصريات. إذا فيها إذا نموذج نعمة حدا حر حامل ملف عمل معركة ضد وزارة الاتصالات واسترجع شركتي الهاتف الخلوي للشعب اللبناني، هي نموذج بيروح اللبناني بينتخب ثورة. بس تطلع الثورة سامي أمين جميل لا يعمل ويسوي بالثورة، يعني سامي وهي ميشيل مكتف تبع التحويلات. إذا هي الثورة بالمتن الشمالي شغلي، إذا الثورة هي مثلا شرب النحاس بس بدهم شباب ويروقوا لأنه شباب وعاملين تخوين وحفلة الأحزاب التقليدية ما بتعملها. إذا في نموذج ثورجي حقيقي إيه اللبناني بيروح بينتخب ثورة. إذا الثورة هي هنا نماذج اللي عم نسمع عنها يا عين شو حيعمل الثورة اللي حيعملها اللبناني عليها. يعني هلأ أنت بتعتبر أنه نعمة بدر الدين وشرب النحاس هن إذا بدك نبض الثوار الحقيقيين والباقي كله أجوا عربشوا على الثورة. بس في شغلة انه شرب النحاس كان بوزارة الاتصالات وما قدر كمان عمل اللي عم تحكي عنه هلا ما خلو. يعني ما خلو مزبوطة فيها تكون من عدة اطراف بس مزبوطة يعني بيقدر الواحد ما يخلوه لانه هو عم ينتقد انه لا ما فيكم تقولوا ما خلونا كان في لازم تعملوا. طب هو ما عمل كمان ما خلو ما بعرف. ليك انا برأيي شرب النموذج كتير منيح كتير مشكلته هلا بمواطنون ومواطنات، يعني نحن عم نشوف نماذج غير اخلاقيه تخوينيه تهديديه بتكب اتهامات عشوائيه من مواطنون ومواطنات بتخلينا نترحم على كل الاحزاب التقليديه. يعني في نماذج مواطنون ومواطنات ما في مثلهم بحركه امل هلاد اي طبعا. هلا في المقابل في ناشطين كانوا موجودين قبل 17 تشرين حاضرين بالشارع مسيسين بيعرفوا اقتصاد وبيحكوك اقتصاد وبيعرفوا شو وبيعرفوا الدولة اللبنانية وتركيبتها وبيعرفوا انه المدير العام في هذه الدولة اللبنانية اهم من 100 وزير صحيح. لانه اجى على هذه الدولة بالحد الادنى 16 وزير اقتصاد وفي مدير عام اقتصاد واحد و16 وزير ما بيعرفوا شو يعني اتفاقيات اقتصادية. طيب سو اللبناني هو حدا مسيس، هو حدا بس بده يروح ينتخب بده يفكر انا عم بنتخب مشان ولادي، عم بنتخب مشان مستقبلي، عم بنتخب مشان يومياتي. سو اي حدا قادر يحول هالشعارات الطنانه الحلوه اللي استعملها التيار، ما هلا هي زيت عم يستعملوها هو الحلمين. طب التيار ما خلوه يعملها وعم بيقول ما خلوني وبدي اعمل 1 2 3 ترجع انفذها. انتوا يا شباب شو مشروعكم يا استاذ نعمت فريم بيك ما خلوه يجيب الكهرباء، ما كان بده يجيب الكهرباء واجى رفيق الحريري ما خلاه صح. طب انت كيف بدك تجيب الكهرباء؟ بدك تعمل ذره ما ادري ايش بدك تخترع، وين بدك تخترع على هي الذره؟ نبيه بري بده يسمح لك تعملها؟ اللبناني قبل الانتخابات حيروح يساله لاستاذ نعمت تعب حاجتك شعارات وطني ورني وما ادري شو، تعال خبرنا عود على الطاوله اللي قال لك بدي انتخبك بكره كيف شو بدك تعمل؟ هي المدرسه الرسميه اللي صار لك رئيسها بكسروين 50 سنه رئيس لجينة، كيف بدك تحسن لي اياها لروح ابعت ولادي؟ كيف بدك تحسن النقل العام لتبطل انت تبعت لي الباص وتربحني مني بوقت الانتخابات انه انت يلي بتبعت الباص؟ لانه هيدا مجتمع مدني وثوره وبيروح ببعت باص للناس وبانه انا بعت لكم الباص منيح وبيروح بيقول انه انا انطلق في انتخاباتي من انه عندي 5000 موظف. انت موظفهم لينتخبوك ما هيك؟ مش انت الثوره طبيعي يشغلهم. طيب وبالتالي هيدا نعمل بده يروح يعيطوا له تعال حبيبي كيف بدك تجيب الكهرباء؟ كيف بدك تعمل التدقيق الجنائي؟ خلصني من شعاراتك. ميشيل عون عم بيقول بدي اعمل 1 2 3
مشيت هون حطوا لي مطب لفيت هون عملت هيك معركتي هلا مع هيدا انت وين معركتك بدك تعمل بدك تعمل معركه لتدقيق الجنائي مع نقيب محامين بيعتبر الرئيس بري الله الله يا دني مع مين بدك تعملها مع سليمان فرنجيه مع ميشيل معوض مع مين بدك تجيب التدقيق الجنائي بدك تستعيد اموال الناس وتبدا للناس بدك تعمل اصلاح بدك تعمل كل هذا الشيء خبرنا مع مين هون انا برايي مين كشف مين الثورجي والعنده مشروع ومين كتير الحكي وما في اكثر بهالبلد من كثيرين الحكي بس انت عم تحكي كانه العالم او اللبنانيه هالقد واعيين رح يجوا لعنده يقولوا له يعني رح يجوا يقولوا له شو بدك تعمل هيك خلص بقى اللي بده ينتخب ثورة رح ينتخب ثورة بكره يحطوا شعار الاحمر وثورة 17 20 مليحه واحده شوف كيف ينتخبوه شوف شو عملوا ب 2005 2005 ركبوا الفولار وركبوا احلى فرقه زفي بالكره الارضيه وقالوا للناس يلا روحوا على الانتخابات نحن السياديين طلع هونيك دبيك اسمه هادي حبيش يقول للناس انا السياده وميشيل عون عميل شو عملوا فيه الناس انتخبوا نايب لحظه اللبناني كتير قوي مسحوا فيه الارض بالقبيات لو شو انتخبوا النايب فارس سعيد عملوا فيه العميل اللبنانيه ما بينضحك عليهم ولا الجديد فيه خدهم ولا بيير الظاهر فيه خدهم ولا ميشيل مرفي خدهم على محل اللبناني مدعوك اللبناني طلع بالحرب حبيبي 89 حرب ميليشيات عامل العمايل طلع هذا اللبناني اللي انت بتقول فيه يضحكوا عليه طلع هذا اللبناني قال لا انا ضد كل هالميليشيات ب 89 رجع بال 2005 قال لا لكل هالطبقه اللي كان معها مصاري واللي كان معها اعلام واللي كان معها سفارات ومش مثل هلا بوقتها كان في راي عام دولي واحد كان شراك يقول 2005 05 استقلال 05 شراك يحكم العالم كله ما كان في صوت تاني دولي ما كان في ايران ما كان في روسيا ما كان في شيء ما كان في سوريا ما كان في شيء بس ما كانت كمان الميديا ما كانت هالقد قويه اكثر بكثير كان اللبناني قاعد قدام هالتلفزيونات والتلفزيونات من الصبح لبالليل هلا في ميديا موازيه عفوا اليوم بالحد الادنى بالاعلام 50 50 بالسوشيال ميديا مين لحظه بالسوشيال ميديا لحظه بالسوشيال ميديا حزب الله وتيار وطني حر وحلفائهم اقوى من الخصوم ما بقى نروح ننوهم أنا بعطيك أربع صحفيين بالميادين مؤثرين قد 100 دي مصادي روح شوف التفاعل معهم أنا شغلتي أنا بقعد على تويتر بشوف التفاعل مؤثرين بالمجتمع تبعهم لا مش مزبوط مؤثرين في الرأي العام اللبناني بتروح بتشوف دي مصادي وين تأثيرها بتلاقي هي زيتها اللي بلايكوا لها 30 واحد هني زيتهم هالجمهور بس يسبوا ميشيل عون بتعلى اللايكات تبعهم أي تغريدة تانية ولا شيء تفاعل معهم والتفاعل تبع سب ميشيل عون هني زيتهم الخبر سب ميشيل عون هو السيد حسن هي زيت الخبرية منيح سو اليوم سوشيال ميديا في توازن بالحد الأدنى اللبناني قادر يسمع رأيين في رأي أعلى من رأيي في واحد أو أحد من الثاني ولكن عندنا رأيين تأرجع لك لأساس الموضوع 2022 أهين بكتير على كل المستويات من 2005 من 2009 من 2013 هلأد وأنا هلأ حاعطيك خبرية أنا بقول الثورة والسفارة الأمريكية الثورة اللي بنرجع منقول ثورة نعمة فريم حقيقي خازن لا الكل ثورة هي ثورتهم يعني اللي ركبوا على الثورة والقوات اللبنانية من هلا حيبلشوا يطالبوا بتأجيل الانتخابات طب لو نعمة فريم رح يطالبوا هن بدهم يبكروها كانوا عم بيقولوا انا بقول لك كل ما قربنا على الانتخابات كل ما حيطالبوا بتأجيلها حيخترعوا اعذار ساعة اقتراع مغتربين ساعة لوائح شطب بحاجة لتحديث ساعة مدري شو حيطالبوا بتأجيل الانتخابات طب غسان لو نعمت ما فل من التكتل كنت رح تهاجمه هالقد شيء كتير حلو السؤال ليك نعمت ب 2018 عملت فيه العمايل وما خلى طريقه تيفوت علي غير ما كان يتبهدل اكثر سو اخر شيء رح اخذ قرار من القضاء انه انا ممنوع اجيب سيرته مش يعني مش راح ادعي علي بقت حزام لانه ما قادر يديني بقت حزام كنت منتبه على كل كلمه عم بكتبها ما قادر يتهمني مثلا معلومات خاطئه لانه كمان كنت منتبه ام راح عمل العمايل مع القضاء تيجيب قرار انه انا ممنوع اتعرض له وانا ضليتني اهرب من هيدا المباشر ما تسلمت لبعد الانتخابات بيوم كنت عملت البديع كنت عملت البديع ونجح سو نجح اكيد ينجح شو بس انه اساس الموضوع نعمت اذا هلا رجعت حالف مع التيار حيضل نعمت هو زيته نعمت حيضل عم ينبرش حيضل كل هذا الشيء عم يتعرض له في نماذج ليك ميشيل معوض مش هلا هو بالكيس الثوري مثله مثل نعمت فريم انا تقييمي لميشيل معوض غير السياسي تقييمي الشخصي يعني انا مع ميشيل معوض بعترض عليه سياسيا
بس ما بعترض عليه شخصيا لانه مشان معوض بالكاركتير الشخصي هو غير حدا، هو رايح اخذ مصريات الامريكان كجمعيه، جمعيه رينيه معوض اخذين مصريات الامريكان عاملين فيهم مشاريع زراعيه وصناعيه ونسائيه وتربويه، واللي بيشتغل عنده ما بيروح بيحسبه صوت انتخابي. ميشيل معوض بيشتغل مشاريع انمائية بعكار وبالمنية وبالضنية أكثر من صغرته. ابن فريم منه هيك، ابن فريم إنسانة فيك تموت إذا أنت ما بتنتخبه. بتهب النخوة الإنسانية تبعوله بس تكون ناخب كسرواني. ميشيل معوض منه هيك، مشان هيك أنا مشكلتي مع نعمة تختلف عن مشكلتي مع ميشيل معوض. شو المشكلة الأساسية؟ مشكلتي مع هذا الكاركتير بده يحاضر فيك بالإنسانية، وهو إنسان يعني عم يستخدم السلطة وعم يستخدم المال بأبشع أشكاله. إنه أنا بروح بوظف، بروح أول شيء بروح بعمل شركات بأمريكا، هالشركات بدل ما تدفع ضرائبها بأمريكا بروح بقول لأمريكا إنه أنا عندي جمعية بلبنان. بأمريكا اليوم كل شركة مخير، يا بتدفع ضرائب للدولة يا بتدعم جمعيات خيرية خارج أمريكا، جمعيات خيرية. فهو هالمصري اللي بتدفع ضرائب بيجي هون بيعمل فيه عمل خيري، بيقول لأنه وهذا العمل الخيري ما بيكون خيري، بيكون عمل سياسي. سو أنا هذا نموذج رفيق الحريري الصغير الهون بكسروين هو نموذج يرعبني منيح. وهذا النموذج اللي دايما مقدم حاله كل حركته عمل خير. أخي أنا ما بشتغل سياسي، أنا نادش أديسي، أنا ما بتعاطى سياسي. خيام السياسة هيك تحصيل حاصل جئتنا هيك عطبها. إنه أنتوا يا ناس بتكون تنتخبوني نايب، إنه أنتوا اصطفلوا بس أنا ما بدي. أنا ما بدي. والأسوأ من هيك بيعمل نايب بروح بشرع لوين هالإصلاح الاقتصادي؟ هذا الكتاب اللي عامله إنسانية ومدري شو نحو الإنسان، هذا وين كان بس كنت نايب؟ كم تشريع نزلت على مجلس النواب وقفت بوجه الرئيس بري قلت له أنا بدي مرق هالإصلاح، أنا نعمة فريم جاي يا رئيس بري بدي مرق هالإصلاح مرق لي. ما عملت لهي المعركة. هلأ ما تسمعني صوتك كل معنى الكلمة، يعني أنت اللي عملت نايب واللي ما سمعنا حسك بمجلس النواب ولا ربع معركة. اليوم لا تلوح لي بكتاب إنسان ولا توهم الناس بأشياء. أنت أسوأ نموذج للسياسي بلبنان. السياسي الفاسد ما عندك مشكلة معه، السياسي الفاسد الناس بيعرفوه فاسد. السياسي الفاسد اللي حاطط قناع إنساني وإصلاحي ومدري شو الأخطر. هو اللي أخذ البلد على المهوار. أخطر هيدا طبعا. منفوت بالانتخابات كل هذا الشيء شو كنا عم نعمل؟ لا شوية ديتيلز أكتر. هلا هون حكيتنا عن كسروين يعني، بس شو بكسروين؟ هلا عندك طيار صار معروف مرشحين للطيار. مين ومين؟ ندى بالمبدأ هي. ندى بستاني ورجع عزر. مش نايتهم من نفس المنطقة؟ ما بعرف، بس هيدا عم بينحكى انه في اثنين. ما بعرف انت معلوماتك اكتر مني، يعني انا بحكيك شو عم نسمع. شو هيدا ندى عم تعمل كانت شغل كتير او اخر مدة مش عم تقفي ولا مناسب بكسروين، فاكيد بدها تنزل. وروجي قامة تشريعية وسياسية وانمائية لا يمكن الاستغناء عنها او استبدالها باخر. ما بعرف صعب لك، انا هو اللي مرشحين لازم هيك يكون السلوغان الانتخابي. بس انا سؤالي عن طيار، يمكن انت برجع بقول لك لان انت يمكن بتشوف اكتر عالم اكتر مني، مش على اساس في بيعملوا انتخابات وبيعملوا تصويت بالطيار والعالم بينقوا طياري بينقوا مين بده؟ هيدا صارت هالمرحله او ما صارت؟ ما بعرف ابدا. ما عندك سالت فكرة. سالت لانه كنت عم بسمع شويه حكي بجبال، سالت اذا في هيك شيء قالوا لي لا بعد ما عملوا، بعد ما مع انه صار وقته. طيب اني هاو بالكسر وين راح يكون في اكيد ليسا للطيار؟ مين راح يكون في مقابله؟ عاجق كسر وين في لائحه نعمه، رح تكون لائحه شبابيه. مين معه يعني؟ حيكون فيها نعمت وفيها حيكون معه شامل؟ ما بعرف، لأنه لا نعمت بيقول لك إذا أنا بيطلع واحد تاني معي، يعني هو نعمت عنده احتمال يطلع نايب تاني معه. أوكي. طب قال لك ليه بدي يجيب شامل؟ بجيب واحد لإلي يعني انتمائه لنعمت 100%، سو ليه بدي أخذ شامل؟ سو عندك نعمت اللي حيكون هو عم يفتش على شباب كلهم 30 ونزول، يعني 25 ل 30 سنة. أوكي. وجوه جديدة ما فيها. وعندك فريد. أوكي. فريد هيكل اللي فرجه بهديك الانتخابات انه هو تقريبا الرقم الاول بكسروين، يعني كل وهم فعليا فعليا جاب رقم هائل. انت اليوم عم تحكي عن مرشح لحاله. أوكي. عن بيت سياسي جاب 13000 صوت، يعني عم نحكي في احزاب ما قدرت تجيبه. عم بقول نازل معه جورج ارداحي. انه بس كمان هي لايحه بتجيب معاد، هي لايحه بتجيب معاد بكسروين. سو نعمت معاد، هو معاد ونعمت معادين؟ لا نعمت معاد وعم بيقاتل على التاني وعنده. أوكي. فرصة يجيب واحد تاني. أوكي. فريد معاد ما عنده فرصة يجيب واحد تاني.
لويت اللبنانيين. أنا قلت له إنه هو جاب أكثر من نعمة كان جاب 13 صوت. إيه ولكن في خبرية حاصل يعني فريد سقفه مع عاد نيابي. منيح لا بيطلع الأول بيطلع بدي شو هاي اللي حاب جيب مع عاد نيابي. طيب. لويت اللبنانيين إذا زياد ضل وضعه هيك بشبين ما إذا بتجيب نيابي بكسروين. منيح يعني هي جابت نيابي بكسروين بفضل زياد حواط بفضل 14000 صوت جابتهم بجبال يعني هن اللي هن اللي كانوا سوا ايه سو هن اللي خلوها انه هي يطلع لنا نيابي ثاني بكسروين. اوكي التيار اللي بيطلع له معاد سو انا بدي احسب نعمت معاد وفريد معاد والقوات معاد والتيار معاد التيار معاد واحد رح ياخذ السنه هالمره هول هن مضمونين. اوكي بيبقى نعمت والتيار عم يتقاتلوا على المعاد الخامس نيح أوكي. بس انه كل هي معركه كسروين هي قصه معاد نيابي هو هلا عند شامل هلا بده ينعرف مين يلي بده ياخده يعني يا نعمه بياخده يا التيار بياخده كتير خاصه كمان بمين معك بجبال وشامل وشامل ليحة ويمكن الثوره شامل معقول اللي ياخذ معاد ويمكن الثوره تقول انه انه نعمه لا يمثلها فبدا تعمل ليحة وبدك تشوف الكتائب اذا حيروحوا مع الثورة او حيروحوا مع نعمت اذا راحوا مع نعمت يعني صار المعهد الثاني شبه محسوم لنعمت منيح وهون نعمت اكيد بيعطي للكتائب يعني الكتائب جاي عنده بهالدائره 2500 صوت اوكي منيح سو بيكون حظوظ الكتائب اكثر من غيره. طيب وبيروت بيروت شو بيروت مطرح ما بترشح بولا ونديم عايش كتير ونيكولا ما انا بسالك عن مطارح العاجين هول المهمين يعني عايش كتير يعني عندك اول شيء بدك تشوف الثوره كم لائحه بده يكون عندها لانه مثلا الثوره عندها الثوره اكيد رح تكون برئاسة بولا الثوره عندها على المعهد الماروني بالحد الادنى 7 مرشحين على المعهد الارثوذكسي 7 مرشحين يعني 6 مرشحين مع نديم اوكي سو هول السته بس يجوا يقولوا لهم اخذنا نديم شو حيعملوا عملوا كمان لويح لويح بتجيب 200 صوت 400 صوت 500 صوت حيعملوا لويح طب من دار مين رح ياخذوا الاصوات من دار نديم انتبه هني ب 2018 عملوا شيء كتير ذكي شلحوا اصوات للتيار كتير شو صار انه مثلا ميشيل مر هو معهد هو بيعرف هو بيطلع معهد ميشيل مر في المتن الشمالي اوكي هو معهد شو يعمل يروح يجيب ليحه فيها 8 يروح يجيب 6 عونيه ست مرشحين عونيه كل واحد بيجيب 300 صوت 200 صوت 700 صوت بس هو بياخذوهم من درب التيار بياخذوهم 1000 صوت منيح سو هني راحوا ركبوا هيك حتى القوات اللبنانية راحت جابت الاثنين ثلاثة تبعولها وراحت جابت خمسة ستة عيالهم عونية وهني عونية سو هني ب 2018 عملوا شيء كان طيار مش منتبه له منيح ركبوا هاي اللوايح اللي شلح الطيار 200 صوت منهم 200 صوت منهم بقرشوا يعني بيطلع هيدي اللايحة مشلحته للطيار هي. ألف هديك ألف هديك ألف هديك أوكي. سو اليوم بالأشرفية كل هالمجتمع المدني مرشح بالأشرفية وكل المجتمع المدني بيكون من البقاع بيكون من عكار بيكون مدري وين بيقول لك انا عندي حظوظ اعمل نايب بهالدايره بس سو كله مرشح بالاشرفيه الله يعينه هلا بالاشرفيه في عندك بولا راح تكون مع انطوان صحناوي بالمبدا هي لائحه كتير قويه يعني اللائحه اللي انطوان دعمها اذا كان فيها نديم كان فيها بولا هي لائحه قويه منيح اوكي اللائحه اللي اوريدي عنده المعادين هلا 100% سو هول اكيد بحافظوا على اثنين بيقاتلوا على الثالث طيب هون بدك تشوف مثلا ميشيل فرعون كان نازل مع القوات اللبنانية عنده 3500 صوت القوات اللبنانية خسرت نديم جميل كان 4500 صوت وخسرت بدك تشوف اذا حتخسر ميشيل فرعون او حترجع تسترضي لميشيل فرعون 3000 صوت منيح كان فهي الليحة معركتها مع القوات اللبنانية جمهور التيار وعصر التيار بغير مطرح قول سبون وعملوا فيهم العمايل واصلا بس يشوفوا واحد عوني على الطريق انت كنت عوني ها 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 بدل ما يروحوا يقولوا له انت كنت عوني معلي تعود نتفاهم سوا انت كنت عوني بيتمسخروا عليه منيح سو هذا العوني اكيد ما حينتخبه هيدا راحوا معه بالشخصي كتر ما هم ذكية انتخابيا عملوا فيه العمايل غير انه هو عوني لو بده يشتري فرعون كان اشترى ما كان ناطر لليوم لو بده يعمل ميشيل فرعون كان عمل ميشيل فرعون ولو بده يعمل قوات لبنانية كان بال 75 عمل قوات لبنانية وبال 90 عمل قوات لبنانية وانه كان عنده كتير ظروف يعمل قوات لبنانية مش هلا حيعمل قوات لبنانية سو جمهور التيار بغير مطرح أوكي. المعركة الحقيقية هي اللي هذا اللي راح قال له سمير جعجع هديك المرة ضبط وضعك عند انطون الصحناوي هلا انت وجه ومنحبك ضبط وضعك مع انطون عم بيوزع مساعدات وانطون هلا انطون بيقول لك مين سمير جعجع انا يا سعودي ما راح يتحالف معه ابدا انطون اليوم بيقول لك انا بدي اعمل معنا هلا عم بدافع عنه كثير بدافع عنه يستفل سو بيقول لك انا انطون الصحناوي بدي افتح على امريكا فاتي على امريكا على السفاره الامريكيه وفاتي على السعوديه ليه بدي اروح اشتغل عند سمير جعجع اتقاسم معه العائدات بروح بعمل انا زعيم بهالدائره منيح يا بيجي سمير جعجع بعطيه معاد نيابه
عنده مرشح أرثوذكسي بعطيه وبخلص يا يصطفي. فهون المعركة، المعركة هذا اللي بدخشوا سمير جعجع هذيك المرة قال له أنت مع أنطون الصحناوي، هلا مين بده ينتخب أنطون أو سمير جعجع؟ طيب نديم جميل أو سمير جعجع؟ نديم جميل وين راح يكون، كتيب أو هو؟ مع أنطون، مع أنطون حيكون مع الثورة، مع الكتيب ايه. مع الثورة ايه. ما هيدا كله هلا كله أنت بدك تروح تفحصه إنه خيي أنت يا أنت يا مجد بطرس حرب يا تبع السيادة، أنت مع سليمان فرنجية بقى كان نازل هذيك المرة، هلا أيشك عامل؟ هلا صرت مع السفارة الأمريكية ثورة فولار؟ ما خلينا نعرف، لأنه ما هو شو صار فيهم هول هني زيتو كانوا عساس جماعة غازي كنعان، اجت بلحظة لبسوا هالفولار ونزلوه انه هني الثورة السيادية. هلا كل عمركم فساد، طالع ريحتكم ليوم الريحة. لك هيدا بطرس حرب شو بيشتغل؟ بطرس حرب اذا اليوم راح واحد سأله خي انت شو بتشتغل؟ محامي. شو بيقول لك؟ لا معقب معاملات، بروح بشتغل بالدولة اللبنانية، بوظف فلان، روح شوف جامعته قل له تعال جيب لي اللوائح نخبينك. ليش هني نخبينك؟ لأنه موظفهم بوزارة التربية، موظفهم بوزارة الاتصالات، لأنه بحسن له وضعهم، لأنه بيشيل الدركة. ليش هو زعيم؟ لأنه بيشيل الدركة من مدري وين بحطه بتنورين، لأنه ابن تنورين ممنوع يخدم برات تنورين. ليش هو زعيم؟ لأنه هيك. طيب بس هلا أنت مجد عم بت إذا بدك عم بتلبسه تياب بيو، برك الزلمة غير شيء، إنه مانا مجربينه ومش غلط. أنا مش قصة إنه هيدا بي سياسي أنا ممنوع أعمل سياسة، ما هو الواحد بيكون بعيش بالجو يعني. سو برك الزلمة منيح ما بعرفه أنا ولا ما بعرف أنت أدري، بس قصدي إنه ليه بدك تلبسه كل تياب بيو؟ هي الخبرية إنه ليش هو إذا ما لبس تياب بيو مين بيسلم عليه؟ هلا قال له ماشي تحارب، إنه ليه بده يكون حاضر؟ لا ناشط سياسي، لا ناشط بيئي، لا ناشط رياضي، لا ناشط ثقافة، لا كاتب مقال، لا عامل، ليه بده يكون؟ انه انا اليوم اذا بجيب تيمور، هي فكرة انه اللي بيو اذا تيمور اليوم مش بيو وليد جنبلاط اكيد شو كان تيمور؟ اكيد بقلع مش عم نحكي بقلع من مطعم معروف، بس قصدي انه معقول يكون انا غير توجهات بيو، معقول عم بقول انا ما في يكون عم بتسهل معهم لهول، هول لولا بيون ما حدا بيقول لهم مرحبا، يعني لانه هن فش انه سامي جميل اليوم، انه شو لانه نابغه ولا انه بيو اجى عطاه حزب، وانتبهوا سامي جميل بيو عطاه حزب وامه عطته ثروي الاول ما الاخر، امه يعني مرته لامين جميل هي اثرى اثرياء الموارنه في لبنان والله منيح. سو هو بيقدم حاله كناشط سياسي، هو بيو عطيه حزب طويل عريض، هو ثوره انتبه بيو عطيه حزب طويل عريض نقلا عن جده مع كل امتيازات هذا الحزب التوظيفيه والمدراء مع كل تاريخه الكبير للحزب، وطبعا طيب وامه عطيته ثروه ماليه منيح، وبيجي هو بيقول لك انه انا جان انت هذا بيتك ما مع ثروه طويله عريضه واخذت كمشه بونبون يا زلمه، مش هديك عم بتغلط بين ام نديم هديك ام نديم مرت ما هيدا شو اسمه سلفتا سلفتا طيب هلا بيروت اخلص من بيروت ايه بيروت شو راح يكون قاعد واحد 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 او اثنين بالقليل اثنين ثوره واحد 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 لهوديك وشباب باقيين مثلا زياد عبس والشباب اللي كانوا عاملين لائحه كانت معهم بولا وفلت يعني بدك تشوف شو بدهم يعملوا لانه هيدا ب 2018 ما كانوا بيعرفوا القانون منيح سو كان في روح زياد يعطي 1500 صوت لبولا تبولا تعمل نيبي اليوم زياد بيعرف انه هيدا المعهد الارثوذكسي شبه محسوم يعني تيقدر ينافس عليه بده يكون معه بالحد الادنى 5000 صوت سو حيعرف انه انا ما فيني اعمل نيب طب انا هال 1500 صوت او 2000 صوت او 3000 صوت اللي عندي اياهم بدي اروح اعطيهم لبولا او شو بدي اعمل فيهم مين بدي اعطيهم المشكله انه كلهم يعني اذا بس كله اليوم بيقول لك انه كل واحد اليوم كل واحد بهذيك الانتخابات راح اشتغل مثلا ميشيل فرعون شيل زياد ميشيل فرعون راح عطى اللي حط 3000 صوت كان متامل يعمل نايب اليوم ميشيل فرعون بيعرف انه المعهد الكاثوليكي محسوم لنيكولا الا اذا ميشيل قدر يجيب 5000 صوت هو بيعرف هو ما قادر يجيب هذا الشيء مستحيل سو انا اليوم كميشيل بروح بعطيهم للقوات او شو بعمل فيهم سو كل مرشح اليوم على امتداد الخريطه خاض هذيك الانتخابات عنده عقل براسه بيقول لك لا خي انا ما فيني اعمل اذا فيني اعمل نايب 1 2 3 اذا ما فيني اعمل نايب بتعرف شو بدي اعمل باصواتي ما حاعطيهم هيك ما في حدا بهالبلد كاريتاس سو انا بدي اروح اعطي اصواتي للقوات لبولا للتيار بدي اعرف هني بالمقابل شو حيعطوني مثلا خذ نكد بزحلي نكد اجى عطى التيار بهديك الانتخابات 3500 صوت اوكي إيه؟ اليوم نكد بيقول لك ليه بدي اعطيهم للتيار ما هو اوريدي اصلا متخانق هلا مع جبران لا طيب. محسوب على القوات صار بس ما بعرف هلا قد ايه بعد هذا التصريح اللي عمله عن النفط الايراني كتير صعب يكون بعده محسوب على سامي جعجع ولكن اليوم بيقول لك نكد انا هو 3000 ليه بدي اعطيهم للتيار وانا ما فيني اعمل نايب شو بدي اعمل فيهم
كل في هذه الكيس عند المرشحين حاضرة كثير على امتداد الخريطة. في زعيم كبير اسمه جورج نادر بهذيك الانتخابات جاب 200 صوت بالقبيات نيه؟ هلا بدي يقول لك انا هال 200 صوت هالثروه اللي عندي اياها شو بدي اعمل فيها؟ مع مين بدي اترشح؟ ما فيني اعمل نيب بس عندي 200 صوت كجورج نادر، شو بدي اعمل فيهم؟ وين بدي اروح؟ منيح؟ بعطيهم للثوره ببلاش، بترشح بالاشرفيه ضد نديم، عنده مرشح ماروني عنده 200 صوت، ما بعرف شو بدي اعمل فيه. صار زعيم؟ يعني حلو زعيم. ايه طبعا. للاسف. بسكر الشارع مع ست شباب وبصير يركض الى معطر بيشعل الدولاب. بيشعل الدولاب وبيركض على نقطة تانية يشعل الدولاب تاني، وصل على الدورة مقطوع نفسه، ما فيك تخيل حالته، شعل على الكارانتينا وركض من الكارانتينا على الدورة يشعل الدولاب تاني وبس. طب منيح قدر يركض، انا عايز احط على الدرج هون ثلاث طوابق بوصل عم بلاد. متن شو وضعه؟ ليك متن هاي. متن ما فيها الحالات الموجودة غير مطرح. اول شيء المتن هو اكثر قضاء مسيس بلبنان، يعني كسروان في بيوتات في عيال في خدمات في كتير اشياء بتفوت باللعبة. بالاشرفية مجتمع مدني، حتى اللي هو بينتخب تيار هو نفسيته سلوكه مجتمع مدني بامتياز، ونيكولا بيشتغل بالاشرفية كمجتمع مدني بامتياز. بالمتن هي دائرة مسيسة كتير كتير كتير، ما في حدا بينتخب وفق انتماء عائلي او مدري شو، كله بينتخب سياسي. كانوا ينتخبوا بيت المر لا لا كمان كمان مع المر كان بيت سياسي، يعني بيت المر ما كانوا بيت سياسي، كان كان حزب ما كانوا عائلي، كانوا اكثر كانوا اكثر سياسي، كانوا يعملوا معركه سياسيه مع المر وضد المر. وبالتالي اليوم التيار عنده هلا ثلاثه، في ازمه خاصه بالطشناك، انه انت اليوم الطشناك ما بيجيب حاصل انتخابي، يعني التيار اليوم الحاصل الانتخابي بالمتن لا يقل عن 11000 صوت، الطشناك لا ما عم يقدر يوصل ل 7000 صوت ولا ايه. سو بيقول لك اليوم اي حزب بده يتحالف معه انا عم بعطيه 4000 صوت كدو حتى هو يعمل نائب. منيح، اول واحد بيطلع نائب هو المرشح، بس كمان عم بيجيب 7000 صوت. لا عم بيجيب 7000 بس عم ياخذ منك 4، اذا يعني اذا هو بيروح بيعمل ليحة لحاله ما في يعمل نائب، عم بيجي معك صار حتى يطلع نائب، يعني في معادله معكوسه. انا بعتقد الطشناك رح يضلوا بالتكتل، رح يضلوا متحالفين ايه، بس فيها تكون فيها تكون مصلحه التيار والطشناك يتفقوا سوا انه انت روح مازال انت عندك 7000 جيب معك 6 مرشحين مثل ما القوات عملوا، جيب معك 6 مرشحين حلوين طلعهم وخط على التكتل وطلعهم وربح. واذا حسيت انه هاي المعادله ما بتربحك فيك ترجع تجي، يعني 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 فيها ترجع تتزبط، ولكن الاولويه مش عاطفيه، الاولويه عقليه بامتياز، انت مصلحتك تكون لحالك او مصلحتك تكون متحالف. طب الثوار رح يعملوا شيء بالمتن؟ يعني شرب النحاس اذا قرر ينزل بالمتن شرب المفروض يشكل لائحه، بدك تشوف اذا هيدي اذا لائحه ضد الكتائب او مع الكتائب، وهني هني خطابهم يعني ساعتها هني عم بخيروا الناس، عم بخيروا جمهور الثورة، إذا جمهور الثورة يرى في الكتائب هي هو حزب الثورة أو مواطنو مواطناته هو حزب الثورة، يعني أنت هون هذا هاي المعركة أنت ما خصك فيها، وهون لازم جمهور التيار من هاي اللحظة يكون فاهم إنه بخصه بهاي المعركة، يعني ما يروح يزد حاله على معركة ما خصه فيها، نيه هاي معركة بين هول الجمهورين، الجمهور الكتائب عم بيقول لجمهور الثورة اللي كانوا متظاهرين مجلة ديب أنا هو الثورة تعالوا تخبوني، وشرب النحاس عم بيقول لجمهور الثورة أنا هو الثورة تعالوا تبخوني، الاثنين ما عم يحكوا مع جمهور التيار طبيعي يعني، فجمهور التيار المهم ما يحكي معهم، يعني ما يروح يخترع معركة ما أنا موجودة. بالانتخابات المقبلة معركة التيار هي معركة التيار، هي شد عصبه وأخذ ناخبين وينتخبوا، معركة القوات هي أقناع ناخبين القوات ناخبين 14 أدار أنه هي الثورة أوكي. وهي من تحمل الإصلاح، ومعركة الثورة اقناع جمهور القوات و14 ادار انه هي الثوره. لازم نبلش نشوف في جمهورين من زعام 2005 بهذا البلد، في جمهورين، في جمهور تيار وفي جمهور 14 ادار، ضمن جمهور 14 ادار كان في القوات اللبنانيه، اليوم المعركه هي بين بعضهم بس هني عم يحكوا مع بعضهم، نحن جمهور التيار ما خصه. طب ليك القوات اللبنانيه مش نووي يعني يتحالفوا مع الثوار يعملوا لوائح كل لبنان ما بيناسبون ما تنرجع بجيبوا اصوات ما لا هو ليك اوقات لا لا لا, لا, لا ليك المعركه الاسم بشد المعركه معركه نايب المعركه بس نحكي انتخابات بنحكي رقم سو انا اليوم معركه القوات كيف بدها تجيب 12 نايب اذا هي والثوره فيهم يجيبوا 22 اذا هي لحالها 12 والثوره لحالها 12 رح يقول له عم بعطي رقم فكرت ايه اوكي سو فيها تشوف نحن لحالنا بناخذ 12 نايب مع الثوره الثوره بتاخذ 12 نايب هيك بكون مجموعنا 24 نايب اوكي كفريق سفاره امريكيه مدري شو مصلحتنا يكون 24 منفصلين مش 22
يمكن مصلحتهم تقتضي انه الثوره تكون 16 لائحه وكل لائحه بدي ارجع مثل التجربة تبعت 2018 كل يكونوا 20 لائحه وكل لائحه يكون فيها مرشح ثوره وسته عونيه من بيوت عونيه سو هيك بيكونوا عم بيشلحوا التيار اصوات مثل ما عملوا 2018 يعني ما نفترض انه مصلحه الثوره هي لائحه وحده يمكن مصلحة الثورة تكون 20 لائحة يمكن مصلحة الثورة تكون لائحتين بس صافي يعني هلا اسم الثورة اسم الرنين السفارة لا لا ليك بالبلد ما في شيء رنين والله بالبلد اللبناني ما هيك بيشتري اللبناني ما في فكرة انه والله في فكرة طقشت هيك تروح امشي فيها اللبناني مش هيك خصوصا لما يروح ينتخب في حساباته في 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 كل عنده حسابات تفصيلية هائلة 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 بدي اسألك سؤال بحركش مش هيعجب الدار جزين شو فوق انا عم نشوف مناكفات بين زياد اسود وبين شو اسمه مستشار رئيس لروسيا امل ابو زيد امل ابو زيد ده معقول يكونوا على فرد ليستا معقوله ايه شو شو هيدا اليوم عامل بيان رد عليه بقوه لزياد ليك ب 2018 وابنه لاميل عامل حاله من الثوار ابنه لمين لاميل ابو زيد مع الثورة ايه بعتقد انه هيك بيطلع أوكي. على الام تي في واخبار وهول يعني ليك بعتقد الجو بين يعني الجو بين زياد وبين امل هيك كان ب 2018 بين زياد وبين امل وبين زياد وبين خليل حرفوش هن هول اثنين ضد زياد هيك كان ب 2018 وهيك متواصل وما بعرف قد ايه هذا الشيء في يعني في شيء صحي في شيء صحي للتيار فوق راح يضلوا قاعد مثل ما هن اثنين تيار واحد امل اثنين تيار واحد امل ما بعرف اذا التيار هيك راح على الانتخابات لا بيطلع له معاد يعني التيار بدون امل ابو زيد اذا امل ابو زيد بكره بيقول انا ما حانزل مثل مثل ما قلت لك مثل ما نكد قال انه انا نزلت وخسرت اذا اليوم امل بيقول انا ما بدي انزل او انا نازل بغير مطرح لا التيار بيطلع له معاد بس ما قال ينزل ما ضد التيار هو مستشار رئيس جمهوريه في يقول ما بدي انزل وما حشغل مكانتي ايه طبعا مش انه واحد زياد عم يسبه كل النهار ليه بده يروح يعمل معركه حتى يطلع زياد نايب هيدي مشكله ما بعرف اذا تنحل يمكن قريبا لا لو بدها تنحل كانوا حلوها يعني هلا حتى اذا هلا جربوا يحلوها خلص انه اللي مكسور بين الاثنين اكيد مكسور سو اذا ما نزلوا اثنيناتهم طيب بيطلع له معاد يعني المعاد الكاثوليكي انت ربحانه لانه امل رفع لك الحاصل اوكي منيح سو اذا امل منو معاد انت بيطلع لك مين او امل او زياد تياريا زياد اكيد ناخبيا ما هون يعني هون لما نحن نروح نحكي مثلا اكيد التيار اقوى منه لنكد بزحلي اوكي ولكن التيار اذا نكد ما اجى معه وميشيل ظاهر ما اجى معه التيار ما في يجيب نايب بزحلي ما في يجيب نايب واحد لا طبعا انت اليوم انت عندك 5000 طيب تجيب نايب يكون عندك 13 انا نطيت لي على زحلي كان بده ينط عليا من بعد فوق يعني بس انا قصدي انه معركه الانتخابات هي معركه حاصل اذا انت ما ركبت لائحه ما جبت الحاصل ما فيك تعمل شيء سو انت كل اساسك بدك تركب لي حد يجيب حاصل في التيار عظيم التيار بزحلي كان متحالف مع ميشيل مع ميشيل ظاهر ومعه لاسعد نكد اوكي منيح ومع التشناق اوكي طيب هيك قدر يجيب حاصل مشان يطلع سليم نايم اوكي اذا هيك التحالفات ما انا موجوده هلا بتقلي يمكن نكد ما له موجود بس سيزار موجود اي يمكن نكد سيزار راح يكون عليه ست تيار ما بعرف بس ما إيه؟ عندك فكرة أبدا نكد مش موجود بس في أرثوذكسي ما بنعرفه موجود عنده 3000 صوت أوكي منيح إنه الخبرية خبرية حاصل أنت بدك تروح تركب لي حتجيب لي حاصل هون كل الخبرية كانت إنه ليش التيار جاب سركيس طب التيار أخذ من سركيس 4000 صوت رفع الحاصل منيح مشان بدل ما يطلع له نيبين لأنه هو حجمه نيبين طلعوا ثلاثة سو أنت خبريتك حاصل كيف بدك تركب حاصل في كتير ناس ب 2018 كانوا مع التيار رفعوا الحاصل هلا منهم مع التيار بنفس الوقت في كتير ناس كانوا مع القوات ب 2018 ورفعوا الحاصل وهلا مش مع القوات بس مثل مين في سيزار بس لا وين مثلا انت خد المتن طيب كان في جيسيكا جابت لهم 1000 جيسيكا بطلت قوات نازله مع القوات فيها ترشح مع القوات جابت 1000 هذيك المره الناس انبهروا جيسيكا راحوا انتخبوا جيسيكا هلا خلص صار ديبو دي شفناها لجيسيكا الألف اللي أخذتها جيسيكا اليوم ما أنا موجودة برشحوا وحدة يمكن أهضى من جيسيكا يمكن جيب 2000 أوكي كان معهم ميشيل مكتف جيب 1500 صوت اليوم ميشيل مكتف معهم أو مع الثورة إذا نزل 1500 بعدهم عنده أو بطلوا عنده يمكن يجيبوا كاتوليكي غير ميشيل مكتف عنده 3000 صوت كل المعادلة بدنا نفكر في حزب
هذا الحزب بعده هو ذاته عند كل الناس، في تململ عند كل الناس، عند القوات في تململ وعند العونة في تململ، عند كل الناس في تململ. قد العونة؟ أنا بقول عند القوات أسوأ، لأنه اليوم إذا أنت عوني بالمتن الشمالي وآدي معلوف ما فاضيلك بيكون إبراهيم فاضي، إذا إبراهيم مش فاضي بيكون آدي فاضي، إذا إبراهيم وآدي مش فاضيين بيكون الياس فاضي. بس القوات جي إيه الله ما بيوصلك لآدي قبل لمعه نيح. القوات جي في اليوم قوات جي واحد يقلك أنا مبسوط بآدي قبل لمعه، قوات جي بالمتن في تململ عند القوات، روح اسألهم، عيت هلا لقوات جي بالدكويني اسألوا إذا شافوا مرة انمائيا او سياسيا او خدماتيا لايدي قبل لمعه تحت يكون مبسوط. هي تبع كسروين شوقي الدكاش انه هلا حكينا على رجاء عزار، بس انه شوقي الدكاش هيدا انه هيدا منافس، انه اليوم تحكي بنعمه ماليا وخدماتيا وسياسيا بيضحك، ولكن حاضر فريد حاضر التيار. برجع بقول عم بجرب يلبي، في ناس كانوا حلمين بمشروع بكل هيدا ما قدر يصير، اوكي في تململ، ولكن حاضر خدماتيا وانمائيا وسياسيا. شوقي وين حاضر؟ مين؟ هي زياد حواط تبع التلفريك، زياد القوات بجبال 4500 صوت، اخذ زياد 14000 صوت، 9500 مواطن جبيلي انوهم باكاذيب زياد حواط. هدول شو حيعملوا فيه بكره؟ هول منهم القوات، هذا اللي عم اقول لك اياه. في كتله قوات وفي كتله تيار، وفي كتله راحت انتخبت بهديك الانتخابات راح انتخبت القوات، لأنه زياد حواد بده يعمل تلفريك، بده يعمل نموذج بلدية جبال، بده يعممه على كل هالقضاء. أش عمم؟ عمل هلا مبارح بسيط، يعطيه ألف عافية. شو اللي عمله حتى ابن جبال يجعله أنا بدي يروح انتخب زياد حواد من جديد؟ طيب مشي معي، شو اسم نايبون التاني في قضاء بشري في ستريدا التاني شو اسمه؟ حلو تسألني. طيب تسألني اليوم بالأشرفية في نديم جميل سافر 3 سنين، صلوا بقطر 3 سنين، مدري وين عم يشتغل. طيب هيدا بتقلي العوني عنده تململ، لكن العوني عنده تململ بس بيروح عند نيكولا بلاقيه بالبيت. الكتائب اللي عنده تململ نديم بقطر. الأوجه اللي عنده تململ ما بيعرف اسم نايبه بهالدائرة. هلأ بنعمل تيست على الفيسبوك يا حبيبي. القوات بيعرفوا اسم نايبهم في دائرة بيروت الأولى؟ في حدا بيعرفه؟ هاللي هالشنتير تبع عكار وهبي قطيشة هذا نايب؟ في حدا بضيعة هالنايب يقول أنا عندي نايب؟ في أوجه يطلع أوجه عكاري يطلع يشوف حاله يقول أنا عندي نايب حاضر سياسيا وتشريعيا وإنمائيا اسمه وهبي قطيشة؟ لك شو بنحكي؟ طب لك برك عم يعمل خدمات للقوات؟ ولا شيء. انا ما عم بحكي، انا عم اقول بعرف بس انا عم اقول النايب العوني عنده تململ ولكن نايبه حاضر. هلا انا تقييمي للنايب سلبي جدا جدا جدا، ولكن في نايب وفي واحد حد وفي جيمي جبور حد النايب وفي واحد تاني عباله يعمل نايب، هول الثلاثه عم يشتغلوا خدمات عم يشتغلوا مدري شو عم يشتغلوا. طيب نموذج اداره الدوله ما قدر يحقق البدونية، في تململ عند العوني، ولكن العوني بيلاقي في ثلاثه عم يركضوا قدامه، في ثلاثه عملوا العمايل تيامنوا مازوت لهي المنطقه. نايب القوات في رئيس بلديه يقول رئيس بلديه، هذا رئيس البلديه بيقول لك في ثلاثه عونيه كانوا عم يتسابقوا حتى يشوفوا كيف بدهم يجيبوا المازوت. في يقول في نايب قوات جد قال لي لشو هول اخذوا الناس لمشروع خي ما في كهرباء. سولا بالانتخابات بنرجع بنقول في كتلة حزبية هون وكتلة حزبية هون، الاثنين في تململ، الاثنين بحاجة يشتغلوا على كتلهم، وفي كتلة كتير كبيرة اللي هي قاعدة هون هي بتنطل بتقول هذا شو مشروعه وهداك شو مشروعه، يا بروح بنتخب هالمشروع يا بروح بنتخب لهداك المشروع. اليوم بهالمشروعين تنكون كتير واضحين لهيدي الكتلة، سمير جعجع عم بيقول له مشروعي عدو بلا كهرباء، ها 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 بلا كهرباء، ها 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 حتموتوا على ابواب المستشفيات، ها 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 عليكم مش العون شو عامل فيكم؟ طب نوال يعني 100% قاعد مبسوط سكران عليكم مش العون شو عامل فيكم؟ شو بدك تعملنا؟ اخي ما في كهرباء، انت بمعراب حدك نحن ما عندنا كهرباء، شو بدك تعملنا؟ ما بدي اعملكم شيء، خلوا مش العون يعملكم. نيه؟ هي نموذج، هيدي ليحة هيدا مشروع. وفي ليحة تانية بتقول لك اخي انا ما عندي كهرباء، ما في كهرباء، عم جرب اعمل 1 2 3.
عم جرب جيب من هونيك، عم جرب جيب غاز من مصر، راح سيزار ابو خليل على مصر ما ضل اتفاقيه تجيب الغاز، مش السفير الامريكي راح جابت الغاز، سيزار ماضي من 5 سنين يجيب الغاز. صح قال لي جربت اعمل المعمل بواحد 2 3 4 ما خلوني اعمل المعمل، عم جيب مازوت هلا مبسوط بالمازوت تبع ايران لانه هول كانوا عم يقطعوا المازوت، عم جرب اعمل 1 2 3 حتى اجيب لكم كهرباء، هيديك بيقول لك ما بدي اعمل شيء، عدوا الكهرباء، جعل عمركم ما تجي لعائلكم كهرباء، ما انتم انتخبتوا مش العون، انت انتخبت مش العون. سمير جعجع هيكسو هيدي الهون بدها تشوف هول النموذجين، بدها تروح تنتخب يوم الانتخابات كتير الحكي نعمة فريم اللي ما حيقلا كيف بده يعملوا له الاشياء، وواحد تاني بيقلا انا بدي اعمل 1 2 3 سو هيدا الناخي بده يشوف لهول ثلاث نماذج، هويت ما بدي اعمل شيء، صحتين عقلكم جعل عمركم ما تقوموا موتوا عبواب المستشفيات، هذا مشروعهم السياسي منيح والحق عم يشلعون. طيب مش العون عم يجي يقول لهم انا عملت هلا بدي اعمل هيك 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 هيك، التدقيق الجنائي قصته 1 2 3 استعاد الاموال معقول الخارج وكثير الحكي اللي خدوا على الحكي، بس قال له كيف بدك تعملون؟ شو عملت بمجلس النواب بس كنت نايب ولا اي شيء. طيب رح اختم الحلقه، بدي منك تطلع بالكاميرا تبعك توجه اذا بدك، بس مش ما تاخذ كثير وقتك يعني بدنا نخلص، للناخب اللي بده ينتخب بكره بالانتخابات اذا صارت الانتخابات، بس وجه له رسالة هيك سريعة تنخلص الحلقة على سلامة قبل ما يطب علينا. أنا بقول بهذه الانتخابات الجاية حتكون انتخابات المجلس النيابي اللي حيلعب دور كتير كبير ببناء البلد اللي هلأ عم يوقع، سو ما فيك تنتخب يلي انتخبون جدك ويلي انتخبون بيك، انتبه انت عم تنتخب انه ما يكونوا هول وجه جديد لزيت المضمون. هلأ بدك تنتخب تغيير حقيقي، تغيير الحقيقي مش يعني مجد حرب ومجد بطرس حرب وميشيل ريني معوض ونعمة جورج فريم وسامي بيير سامي أمين بيير جميل، روح انتخب ناس جديد. Thank you غسان، ما بعرف إذا هالحلقة رح تقطع كلها بلا مشاكل. Thank you على معلوماتك، Thank you على كل شيء، ويلا باي، نشوفكم جمعة الجاي، رح يكون في حلقة سبيسيال جمعة الجاي بخصوص 13 20 إن شاء الله، يلا باي. Thank you.